المقامات زالكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرق القارئ والمقيم بمحافظة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. والآن مع التلاوة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر المتقين في جنات ونهر صدق الله العظيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر
مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح ولقد أهلكنا أشياعكم فهل وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر. إن المتقين في جنات في مقعد صدق عند عند مليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن خلق الإنسان علمه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان Thank you.
الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر بحسبان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط، وأقيموا الوزن بالقسط، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ولا تخسر الميزان. صدق الله العظيم. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان.
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرق ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب البحرين يلتقيان بينهما برزخ رب المشرقين ورب المغربين فبأي
لهما برزخ بينهما برزخ بينهما برزخ بينهما برزخ لا يبغيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
من عليها فان. كل من عليها فان. كل من عليها صدق الله العظيم. تأهب للذي لابد منه فإن الموت ميقات العباد. ستندم إن رحلت بغير زاد وتشقى إذ يناديك المناد. ثم جنيت فيها وأنت حيا وكن فيها قبل الرقاب. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ هكذا أخوة الإيمان والإسلام عشنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة التي تلها على ما سمع حضراتكم بالحق ذلكم العلم القرآني الإذاعي وفخر قراء محافظة القاهرة وقطب من أقطاب التلاوة في مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرم القارئ والمقيم بمحافظة القاهرة. أما الصوت والضوء والفراش الحديث الكبرى ولؤلؤة السرادقات العالمية تحت إدارة الحاج عبد المحسن ناجي وأولاده. كما أتقدم نائبا عن جميع عائلات القاضي وإلى أسرة الراحل الكريم وإلى كل من توجه إلى أداء واجب العزاء فكان سعيه مشكورا. بعد قليل عود كريم طيب إلى آيات الله البينات يتلوها على مسامع حضراتكم بالحق ذلكم العلم القرآني الإذاعي وفخر قراء محافظة قفر الشيخ وقطب من أقطاب التلاوة في مصر والعالم الإسلامي ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ سعيد عاطف المسيري.